بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدة واللي حنتكلموا فيه على الاحزاب السياسيه. وبهذا نزلنا الشارع باش نسالوا الجزائريين اذا يعرفوا الاحزاب المشاركه في التشريعيات المقبله. ما نطولش عليكم، خلونا نروح نسقسوهم ونشوفوا ارائهم. تابعوا معنا الانتخابات التشريعيه المقبله ان شاء الله، الاحزاب اللي مشاركه فيهم سقسيو كذا تعرفهم ولا لا؟ اوكين ايدي اوكين ايدي الاحزاب اوكين ايدي احزاب في الجزائر، الاحزاب اللي تعرفهم. كينيدي ما كان ولا حزب تعرفه؟ كاينين عده احزاب، كاينين عده احزاب، ما نقدرش نهضر لك انا بهم. اللي هما؟ واش راح نقول لك؟ لا كاين احزاب في الدير بزاف. كاين بزاف؟ اه كاين احزاب، لا فلان، لا فاس، لا رسيدي، اهضر برك. ولا تعرف علاه؟ شتي كيف تعرف ولا ما تعرفش؟ جامي فوطيتو نورمال. لا فلان، لا رندي، النهضة، حماس، لا عارف هما كاين. لا رينا انا. لا الفوط يجي لك. هذا وانا وانا ما جيتش في وحده قال له 5 سنين. وانت خونا؟ ما على باليش خويا. حزب واحد. ما على باليش، والله ما على بالي. لا الشعب بسيط اخويا، حوش على الخبز وبركات. لهنا البلاد وخلاص. واش نقول لك؟ الاحزاب كل واحد من صراع بيناتهم، كل واحد حوش المسؤوليه وكرسي صين. وشنو هما الاحزاب هذوما اللي تعرفهم؟ اخويا الاحزاب ما انا حزب التحرير، لا راندي، مش عارف انا. المهم الاحزاب النهضه الجزائر. دير ما تهضرش يا خويا على الاحزاب. كاينين حزب 60 ولا 70 ولا شحال حتى يديروا 100 ولا واحد كيف كيف. دياح كاين لا فان على لا فافاس ولا كيفاش. خاطينا السياسات. خاطينا السياسه ولا حزب؟ ولا حزب ما نعرفو والو. جامي فوطيت وجامي نعرفو. ما جاش تفوطي في التشريعات اللي مجانين هذوما؟ ما فوطيش. كاينش الفوط، علاه تفوط يا خويا؟ علاه تفوطي؟ لا تفوطي فوط، دي فوطه ما دار والو، اللي ما فوطاش ما دار والو، لا نفوطيو. ما عنديش فكره اخويا، والله ما عندي فكره. احزاب ما طاب حتى حزب في الجزائر. عرف جبهه التحرير، الارندي، وتجمع الوطني الارندي، هذا هو الارندي. اه لا فلان الارندي. خاطيني لا فلان الارندي. احزاب اللي كاين في الجزائر ما عنديش. ما عندك فكره؟ ما عنديش فكره، ما خاطيني السياسه. الامريكان عندهم الجمهوري والديمقراطي، ها؟ فرنسا اليمين واليسار، ها؟ وحنا يا 60 ما دايرين والو. تلقى دو بارتي برك، حنا عندنا 100 بارتي، لما تفوضي انت؟ الله اعلم، كثروا علينا وعندنا ما نعام، عندنا ما نفرقوش يا خويا. كاين اللي نعرفهم، كاين اللي ما نعرفهمش. الاحزاب صح نعرف احزاب العريقه مثل الارندي، جبهه التحرير. الاحزاب اللي معروفين مليح حوالي 6 احزاب. اما البقيه ما تكونش ماهيش معروفه. والله ما نكذب عليك، والله ما نكذب عليك اخويا. انا لا يعيفك سرتي خويا، انا لا يعيفك سرتي في روحي. مارغريتو نعرفهم، حتى ونعرفهم ما نحبش نعرفهم. حتى ونقول لك حزب بصح ما نعرفوش وما نحبش نعرفه، واش ندير بيه؟ كي تعرفوه ما يعطيكش، وكي ما تعرفوش ما يعطيكش. تفوطي على الاخر تاع كرشو، الاخر تاع كرشو، علاش نفوطي عليه ولا نحوس عليه؟ خلي يديو بعضهم. ولات احزاب مجاريه، احزاب ميكرو مجاريه يعني، ولات اللي يقدر يدير يعني هي انتخابيه خفيفه هكذا، يدير حزب وسلام. الواحد يعرف الاحزاب كما تجمع الوطن الديمقراطي، لا فلان، لا رسيدي، الباكس، وحنون، حزب حنون، الاسلامي، النهضه، وحماس، هذا من الاحزاب يعني المشاركين ان شاء الله. ما نعرفهمش يا اخي. ما والو. احزاب سياسيه في الجزائر بلا بلا اللي مشاركه في التشريعيات. ما على باليش. احزاب بصفه عامه. والو والو. ما طلب حتى حزب. والو ما طلب حتى حزب في الجزائر. والو يا اخي. لا علاقه معنا. خاطري لا علاقه. لا راندي، جبهه التحرير، كذا كذا. نظن انا كما الاحزاب الكبرى، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهه التحرير الوطني، حركه مجتمع السلم، النهضه. كما تاج جديد وراه كذلك ينشط حركة المستقبل. أنا ما نعرف والو، ما نعرفهمش. خاطر والو في الأساس. لا ما ولا في السياسة ولا والو والو. خاطيني خاطيني خويا العزيز، أنا ما نتبعش السياسة، ما نتبعش السياسة هكذا، ما نحوش كما نقولوا. أنا عايش حياتي كما نقولوا ونخدم، وهذا ما كان. ما طرف حتى حزب في الجزائر. والو ما نحوش نعرف. ايه كل ساعاتنا نفوطي وخلاص. انا اعرف السياسه، خاطيني سياسه. خاطيك سياسه؟ خاطيني. احزاب في الجزائر؟ ايه خاطيني خاطيني. حتى حزب؟ ما كاين لا فلان، كاين لا رندي، هذا من قبل. غير لا فلان لا رندي؟ هذا مكان. غير لا فلان لا رندي. والله ما على بالي. تعرفهم؟ مش عليهم انا، ما نعرفهمش، والله لا يعرفني بهم. ما تعرف حتى حزب؟ ما نعرفهمش وما نعرفهمش، ومانيش حاب نعرفهم. من بينهم الموالات، وهو حزب لا فلان، حزب لا رندي،
حزب تاج. لا علاقه به ما كان. ما عندي والو سما ما نلت والو ما نجمش نتبعهم. والله تقريبا خير الوجه واش واحد الوجه ندي وخلاص ما تحوسوش من حزب. لا نحوس لا من حزب لا والو باش نكاشي لي لاكارت تاعي سي بون. دابا عليك. ما كان لي حزب لا يديك لي جيبك. انا راه ماشي ما عرف سامح وشريف ما عندي حتى تعرف. واه وشنو هما الاحزاب اللي كاينين؟ نعرف افالا نعرف ارندي نعرف ابقي اشتراكيه نعرف ما حزب حزب العمال ما نعرفش خلاص ما نعرفهمش خلاص ما نتبعهمش خلاص ما ضربت حتى حزب والو ما نعرف حتى حبس ما نعرف حتى حبس ما نعرف حتى حبس جبهه التحرير بكري نسمع جبهه التحرير بصح واش تجاوب؟ عندي حتى علاقه بهم ما نظنش بدي نشارك فيها الاحزاب السياسيه تقريبا ما عنديش علاقه بالسياسه تجل ما عنديش علاقه بالسياسه خاطيني حزب وخاطيني سياسه خاطيك الفوط خاطيني الفوط وما نفوطيش حتى نوز ان شاء الله اي حزب ما تعرفوه والو نسمع بهم برك كيما افلان هادو افلان هذا ما كان جاوا ما تعرف بهم هذا ما كان خويا العز ما تفوطيش كي يوصل الفوط نفوطي هذا ما علي من فوطي كي ما تعرفش احزاب كي تدخل لا فوطي تخطر في حياتي في التشريعات الرئاسيه هذا ما كان في التشريعات الرئاسيه هذا ما كان عرف اللي معروف هو يعرفوا حزب جبهه التحرير هاو باين واضح اي واحد يعرف من غير جبهه التحرير من غير جبهه التحرير ما نعرف حتى حاجه كاين احزاب اخرى كذا كما التغيير كاين حزب لا فلان معروف حزب ام الجزائر الله اعلم ما نعرفلهمش ما نعرفلهمش ولا حزب ولا حزب قالت الاحزاب والفائده ما كاش صدير يا ريت لو كان كانوا احزاب مستوى والافاق وقال لي قضايا تاع الامه بار اكزومبل دينا الكرام وصلنا معكم لنهايه برنامجنا لنهار اليوم لاقتراحاتكم ما عليكم غير ترسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه بعد ما بقى لي غير نقول لكم بقوا في البرنامج صالح جدا وانتقوا غدوا ان شاء الله في موضوع جديد سلام.